رفاه السعد، المزيد من عندك. نحن نتحدث عن تصاعد دبلوماسي في محاولة لتطبيق القرار 1701، زيارة لبلينكين إلى إسرائيل. نعم مبروك، بالفعل يوم غد من المفترض أن يلتقي بلينكين بنتنياهو في القدس، وستركز النقاشات على الإفراج عن الرهائن في غزة. هذا هو الهدف الرئيسي من الزيارة، وأيضا بالتأكيد يعني وقف الحرب مع حزب الله وأيضا في غزة، وأيضا ستركز على المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأيضا الرد الإسرائيلي على إيران. هذه أبرز الأجندة التي يمكن أن يتداولها بلينكين مع نتنياهو. ولكن يعني أيضا يعني ألحقكم بآخر التحديثات التي حصلت، نتحدث عن تصريحات أمنية وأيضا أخرى سياسية. نتنياهو في كلمة اليوم له قال أنه يعني سيصد أي هجوم، في رسالة إلى إيران، سيصد أي هجوم يهدد وجود إسرائيل. أما الجيش الإسرائيلي فأعلن ونشر أيضا فيديو مصور لرئيس أركان الجيش برفقة قائد الفرقة 98، وقال هي على الحدود وفي جولة إلى جنوب لبنان. ومن هناك قال يعني قال للجيش أنهم هذه الهجمات التي ينفذوها هي تؤدي إلى الانتقام من إيران، التي ترسل الأسلحة وتسلح وترسل الأسلحة إلى حزب الله وغيرهم من الجماعات. هذه أبرز التصريحات، نتحدث عن السياسية والأمنية. أما ميدانيا فصفارات الإنذار تدوي بشكل كبير اليوم، وكان هناك أيضا تطور لافت، نتحدث عن مسيرات، صواريخ باليستية وأيضا صواريخ بعيدة المدى. قبل نحو ساعة من الآن دوت صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة، نتحدث عن المنارة التي هي محاذية مع جنوب لبنان، وهي منطقة حدودية تحولت إلى ثكنة عسكرية يتواجد فيها الجيش بشكل كبير، والمدرعات والآليات تستهدف بشكل يومي تقريبا وعلى مدار اليوم برشقات صاروخية قصيرة المدى. سبقها كان هناك صاروخ وصل إلى تل أبيب لم تدوي صفارات الإنذار، لكن الجيش بعد ذلك أعلن أنه سقط في منطقة مفتوحة. وقبلها أيضا كان هناك يعني دعنا نقول توقف مؤقت لمطار بن غوريون، توقفت الحركة الملاحة الجوية بعد أن أعلن الجيش أنه رصد 5 مسيرات الجسم المشبوه كانت تحاول الدخول إلى نعم هي هذه الجسم المشبوه. أعلن الجيش أنه كان صاروخ وسقط في منطقة مفتوحة في تل أبيب، وأيضا قال أنه أسقط 5 مسيرات في البحر المتوسط قبل أن تدخل الأراضي الإسرائيلية. اليوم كان هناك أيضا رشقة من 25 صاروخ دوت صفارات الإنذار بعدد كبير من البلدات، نتحدث عن الجولان ونتحدث عن الجليل الأعلى وبيسان والخضيرة، كل هذه المناطق دوت فيها صفارات الإنذار. وقال الجيش أنه كان هناك صواريخ متوسطة وبعيدة المدى وتم اعتراض أغلبها، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة. أيضا كان هناك اليوم صاروخ باليستي الذي قال الجيش أن اعترضه وسقط في وادي عارة. وكانت هناك أيضا شظايا من هذا الصاروخ سقطت في جنوب حيفا، أيضا سبقتها عدد من الرشقات الصاروخية على حيفا ويعني وجنوب حيفا وضواحي حيفا. وقبلها أيضا كانت هناك رشقات صاروخية في الصباح مبكرا، لكنها كانت على المستوطنات الحدودية، نتحدث عن شلومي ومارجليوت وكريات شمونة. كل هذه